رح نبدأ في البداية في lightly loaded. Lightly loaded synchronous motor. رح يكون الفيزر دياجرام تبعه الكرنت. نرسم هذا الخط من هون. وهذا الخط. ناخذ الآن V form. هلا lightly loaded motor. ايش رح يكون؟ leading ولا lagging؟ leading. فالكرنت رح يكون leading. خلينا نفترض انه leading بهذا الشكل. هاي عندي هون RA. هلا راح اعمل RA بس عشان اسهل الدياجرام، فاحنا وي ويل اجنور RA، يعني كانه عم نعمل اجنورنج لIA RA وراح ناخذ اكسس، وهي عندي هون هلا V5. هلا حكينا في هاي الحاله راح ناخذ V5 ماينس عشان تطلع عندي IA. راح ارسم خط هون مساوي في الماجنتيود لهذا وهو اللي راح يعطيني، فراح يعطيني اذا في IA RA راح يكون بهذا الاتجاه و90 درجة عليه راح تكون هذه عندي هون IA XS. وإذا هذول الاثنين الآن جمعتهم وهذا موازي، هذا موازي لهذا الخط الموجود، هاي الزاوية دلتا. إذا أنا أجيت الآن على سينكرونس موتور، السينكرونس موتور لايتلي لودد، دليلي إنه لايتلي لودد إنه الكرنت لاجينج، فهو مبين كأنه كاباسيتر. يعني المصنع لو أنا في مصنع مشغل سينكرونس موتور وحاطه على لايت لود مش حاطط عليه شيء، يعني جيت على سينكرونس موتور حطيت عليه 3 فيز وخليته يلف. عملت له ستارتنج بطريقة معينة، بنشوف كيف نقدر نعمل له ستارتنج، عملنا له ستارتنج بطريقة معينة وبدأ يلف السينكرونس موتور، ولف ووصل السرعة المطلوبة، وتركته بدون ما أحط عليه لود، إيش يعني ما حطيتش عليه لود؟ يعني فيش عليه تورك، ما فيش عليه ميكانيكال لود. إيش راح يبين عندي؟ كأنه كاباسيتيف لود، فالفارس تبعته نيجاتيف، الرياكتيف باور تبعته نيجاتيف، مش هيك أخذتوه هاي؟ شو بيعمل عماله بالباور فاكتور تبع المصنع؟ بحسن. كانت زمان أحد طرق تحسين الباور فاكتور إني أشغل بسموهم سينكرونس كوندنسرز، كانه كاباسيتر هو، كانه عماله بشغله بالكاباسيتر. طيب بالحاله هاي هلا هو ليدنج، وهي الزاويه الليدنج اللي هي هاي فاي من هون. واحنا حكينا انه التورك انديوس بقدر استعير المعادله هذيك نفسها من هناك. التورك اللي بعطيني اياه، فالتورك لما يكون فيري سمول شو راح تكون دلتا؟ فيري سمول، لانه اي اي كونستنت، واي اي كونستنت لانه عندي كي اي اي بتساوي كي فاي اوميجا. هلا اذا اي اي كونستنت وزدت اللود ايش لازم يتغير عندي؟ دلتا بتزيد ولا بتنقص؟ بتزيد. اذا هلا راح نجيب كانه احنا جبنا هذا الطول هذا المحل الهندسي، المحل الهندسي لايش؟ لاي وايش اقصى قيمة ممكن يوصلها اياه؟ 90 هي. هاي الماكسيمم اللي هي يعني هاي ماكسيمم كونديشن هذا الموجود. وهلا كل ما زدت اللود ايش راح يصير بي اياه؟ راح يتحرك. خلينا نرسمها بالوان مختلفة. مثلا جيت انا زدت هون. هاي راح نسميها دلتا 1. وهاي راح اسميها دلتا 2. وهاي راح نسميها دلتا 3 وهاي راح نسميها دلتا 90 اللي هي دلتا ماكس، مش هيك؟ زدنا اللود. شو يعني زدت اللود؟ ايش يعني ايش صار بالواقع؟ اجيت خلال نص النهار قلت لعمال المصنع بدنا نستفيد من هذا المحرك، بدنا نعمل فيه شيء، رحنا ركبناه على لود وصار يعمل شيء، صار يعمل ديليفري لتورك. لما صار يعمل ديليفري لتورك صار يسحب باور. لما صار يسحب باور من هون راح تبدا هلا تتغير الزاويه، هلا بنشوف ليش لازم تتغير الزاويه، بس هو حتى يسحب حتى يزيد التورك تبعه او يزيد الباور تبعته. هي معادله الباور، معادله الباور نفس هاي بدون اوميجا، شو لازم يزيد فيه؟ ما بقدرش اغير اي اي كونستنت لانه البيرمنت ماجنت او الالكترومغنت اللي انا حاطه جوا كونستنت، فاي اي كونستنت، وفي فايل اللي جايتني من شركه توريد الكهرباء كونستنت، اذا ايش لازم يتغير؟ دلتا، اذا بتنقص دلتا ساين دلتا بصغر فلازم تزيد. فبتزيد فكل ما زاد، وهي اذا بدك بنحطها لهون خط بنقول increasing torque and increasing load. فزاد عندي التورك وزاد عندي اللود، وطبعا اذا زاد التورك لازم يزيد الباور مش هيك؟ لانه اوميجا كونستنت، مضبوط؟
اوميجا راح تضلها كونستنت. اذا ضليت زت واصل عند المرحله هاي خلص بعد هيك الزت التورك شو بصير؟ اذا حاولت اخذ تورك منه اكثر من هيك شو راح يصير؟ راح يعمل ستولينج، ستولينج راح يوقف المحرك. اذا هون كل ما زادت هاي الزاويه هاي دلتا 1 دلتا 2 دلتا 3 لحد ما وصلت هون دلتا ماكسيمم اللي هي 90 درجه عم بزيد معي. هلا بدنا نشوف شو بصير بالكرنت، كيف نقدر نعمل؟ بدنا نحسبها هلا بالرجوع مزبوط. احنا شو قلنا؟ قلنا في فاي ناقص اي اي اكس اس مزبوط، هي ناقص اي ولفينا ب 90 درجه هي صار هيك، فهاي الزاويه عموديه على هذا مزبوط. هاي اذا بدكم نرسم خط، نرسم خط هون من هذا ليش لازم تكون هاي 90؟ لانه هذا ايش الكومبوننت اللي هون؟ اي اي اكس اس في جي بينهم مزبوط؟ مش في 90 درجه؟ بس اي اكس اس مش من اي اي، من ماينس اي اي، فهي ماينس اي اي الزاويه 90 درجه عليه وين راح تكون؟ بهذا الاتجاه، فهي الزاويه تضلها 90. هلا لما صارت اي اي، لما تحركت اي اي هون وصارت هاي، وين صارت الاي ستات؟ وين الاي ستات الجديده؟ وين لازم تكون اي ستات الجديده؟ شو كان عندي هون؟ كان عندي في فاي اي ستات اي اي، هلا في فاي ضلت هون بس اي صارت هون، اي اي هون، وين لازم تكون اي ستات الجديده هي؟ وين اي ستات الجديده تحت؟ وين اي ستات الاخيره هون؟ مزبوط. هلا هون اذا هذا كان هيك بهذا الشكل وتحرك هيك، وين لازم ايش لازم يصير ب اي اي؟ لازم يصيروا عموديين، فلازم اي اي يتحرك زاويته تتحرك بهذا الاتجاه. خلينا ناخذ شيء اخف من هاي، انا رسمت هون بعدها، خلينا بعدها اقل شوي ونشوفها اقرب من هيك. خلينا اقول اللود زاد، بلاش هاي نسميها ثلاثة وهاي نسميها أربعة، وراح ارسم دلتا 2 هون وهاي هي دلتا 2. فدلتا 2 وين صارت اي ستات 2؟ اي ستات 2 بدها تصير بهذا الشكل مضبوط. هلا هي هذا بدي امده لازم يلتقي معي اي بزاويه قائمه مضبوط. كيف بده يلتقي معي اي بزاويه قائمه؟ مستحيل يلتقي اذا اي اي، شو لازم يصير في اي اي حتى يلتقي معه بزاويه قائمه؟ لازم يتحرك هيك مضبوط. اذا بدي امد الان خط وهي زاويه قائمه، وهي راح تصير اي اي 2، هذا كان اي اي 1. الماجنتيود تبعه راح يتغير وراح تتغير الزاويه تبعته. طيب اذا شو صار باللود؟ كان بالاول هو heavily lagging مضبوط، او heavily leading عفوا، شو صار هلا؟ less leading مضبوط، مش صغرت الزاويه، نزيد اللود كمان. خلينا نروح على 3، على دلتا 3. عند دلتا 3 وين راح يصير اي ستات؟ مضبوط. كيف هلا هذا بده يلتقي مع اي اي بزاويه قائمه؟ شو لازم يصير باي اي؟ لازم يتحرك هيك، فلازم يصير اي اي الان وهي اي اي حتى يصير اي اي 3 حتى يلتقي مع هذا تقريبا زاويه قائمه هون انا رسمتها. اذا شو نستنتج؟ نستنتج نتيجه مهمه. لما بشغل السينكرونس موتور ات فيري لايت لودز ايش بيبدا في البدايه؟ بكون ليدنج. كل ما زدت اللود عليه راح يتحول عند مرحله معينه ايش يصير؟ ريزيستيف، راح يمر بالريزيستيف في مرحله معينه، في نقطه معينه هون راح يمر فيها يكون ريزيستيف مضبوط، اللي هي بدها تكون تقريبا هون لما يصير هذا اي ستات هيك، هذا اي اي عند النقطة هاي راح تكون هون عند هاي النقطة، عند هاي الزاوية. هاي الزاوية كريتيكال لأنه بتحول فيها من ليدنج بصير لاجنج، ولما يصير هيفلي لودد بصير لاجنج، لأنه الكرنت لازم اي ستات. لاحظوا هذا اي ستات عماله بيتحرك عند النقطة هاي، لما يتحرك هون لازم هذا يصير لاجنج حتى يلتقي فيه ب 90 درجة، وبعدين لما يزيد أكثر بالآخر طبعا بوصل هذه هون 90. إذا النتيجة المهمة نكتبها هون، at light load احنا فاهمين انه هذا اللود ميكانيكال اللي بنحكي عنه لايت لود بكون leading at heavy load ميكانيكال بصير لايت لود. اذا استفيد من السينكرونس موتور ككوندنسر او كباور فاكتور امبروفمنت ديفايس لازم اشغله على لايت لود. إذا شغلته بعدين كمحرك وصار هيفي لود رح يتحول للاجي، لأنه هذا الدايجرام رح يبدا يتحرك. طبعا احنا كل هاي الأسامبشن، شو الأسامبشن المهمة اللي فرضناها هون؟ أحد الأسامبشنز المهمة.
ايش هي؟ تمام اهملنا اي اي ار اي، ايش كمان في فرض مهم؟ ايش اللي سمح لي ارسم هاي دائره هون؟ فاي كونست. هون احنا فرضنا انه فاي كونست، واللي سمح لي كون فاي كونستنت، واوميجا اصلا كونستنت لانه من اسمه هو سينكرونس موتور، وسينكرونس موتور معناها اوميجا كونستنت. اذا كي فاي اوميجا صاروا كونستنت، لما كي فاي اوميجا كونستنت شو صار عندي؟ صار عندي هذه هون كونستنت، فالماجنتيود تبع اي اي راح يضل كونستنت طول الوقت.